والسلام على سيد المرسلين. أولا لابد أن أشكر الفريق المحترم على طرحه لهذا السؤال المهم والذي يخص فئة من أبنائنا يجدون أنفسهم في وضعية إعاقة. ومن الإشكالات في الواقع التي تسائلنا تمدرس هذه الفئة من أبنائنا المغاربة. وإن كانت كل قوانين والمرجعية القانونية المغربية كلها تنص على حق كل الأطفال المغاربة على الحق في التمدرس، تم تعزيز هذه الترسانة القانونية بالقانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الذي صادقتم عليه مؤخرا منذ سنتين، وكذلك تعزز بالرؤية الاستراتيجية الجديدة التي تضمن للطفل في وضعية إعاقة حق التمدرس وتجعل تمدرس الطفل جزء لا يتجزأ من السياسة التعليمية العمومية بالمغرب. الآن لابد أن نقف عند واقع الحال، حيث أن هناك أقسام مشتركة لفائدة هؤلاء الأطفال، لكن هناك خدمة جديدة من خلال صندوق التماسك الاجتماعي التي تؤمن هذا التمدرس الذي لنقول تشرف عليه مجموعة من الجمعيات التي تدير هذه المراكز لصالح تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والتي كانت تمولها أو تدعمها وزارة تضامن الأسرة والتنمية الاجتماعية في ذلك الوقت ب 17 مليون درهم. اليوم من خلال صندوق التماسك الاجتماعي خصصنا 53 مليون درهم فقط لصالح الأطفال المتمدرسين، كما رفع الشرط لدعم الأرامل من أجل الأيتام ديال التمدرس عندما يتعلق الأمر بالأشخاص في وضعية إعاقة. إذا الأشخاص في وضعية إعاقة عندهم وضعية خاصة وهناك مبادرات كثيرة، لكن أهمها مؤخرا هو تأمين صندوق التماسك الاجتماعي بهذا المبلغ المرصود من 107 مليون لكي نفس الصندوق كامل خاصة فقط للأشخاص في وضعية إعاقة من أبنائنا المتمدرسين بفضل هذا الصندوق. سيدة المستشارة، جمعتي داكشي كلشي كامل اللي كتعرفي اللي كيتكتب في الإعلام واختزلتيه في سؤال، سمحي لي مادام كنقول لك بأن هذه المنتوجات الجديدة ديال هذه عامين وديال هذه السنة بما فيه لأول مرة في المغرب هناك سياسة عمومية مندمجة لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة بما فيهم الأطفال. هذه الأول. جوج، خدمات صندوق التماسك الاجتماعي راه يلاه من 2015 عاد بدات. ثالثا، الجمعيات الآن كلها المشرفة على مراكز تمدرس الأطفال من نهار بدات عمرها ما كانت كطمح لما وصلت إليه الآن من تغطية حاجتها لتقديم مواد بيداغوجية للأطفال في وضعية إعاقة. لابد أن نؤكد كذلك بأنه وخل الوقت تسلى بأنه طموحنا أننا طبعا نديروا ما هو أكثر، لكن هذا الشيء اللي حصل راه هو يا الآن إنجازات كبيرة لابد أن يعترف بها. شكرا.